العادات الغذائية 14 التي تجعل صحتك أفضل. من منطلق أن الوقاية خير من العلاج، ولأن علاج كثير من الأمراض لا يؤتي ثماره أحيانا، لذا فإن الالتزام ببعض العادات الغذائية من شأنه الوقاية من مشاكل صحية كثيرة مثل السمنة وارتفاع ضغط الدم. الأمر لا يتطلب منك تغيير نظامك الغذائي بشكل كامل، وإنما دعمه ببعض العادات الغذائية الصحية السليمة. إليكم فيما يلي 14 نوعا من الأطعمة التي من شأنها المحافظة على صحتكم على المدى البعيد إذا ما تم الالتزام بتناولها واعتبارها جزءا من عاداتكم الغذائية، وهي كالآتي: الموز. يساعد تناول الموز باستمرار على ضبط مستوى السكر بالدم، كما أنه يساعد في التخلص من الشعور بالغثيان. الكاجو. تناول الكاجو النيء كوجبة خفيفة يساعد في السيطرة على مستوى ضغط الدم. الكمون. تناول الكمون كمشروب صباحا بشكل يومي له دور سريع وفعال في إنقاص الوزن. الجوز. حفنة من الجوز يوميا تقي من أمراض القلب والأوعية الدموية. عصير الليمون. عند الشعور بالجفاف عليك بتناول كوب من عصير الليمون، فهو يمد الجسم بالأملاح اللازمة. البطيخ. الاعتماد على البطيخ كجزء من نظامك الغذائي يحافظ على كليتيك، كما أنه يجعل جسمك رطبا طوال الوقت مما يبعدك عن الإصابة بالجفاف. اللوز. تناول حفنة من اللوز النيء يوميا يحافظ على جهازك العصبي. العنب. أشارت دراسات عديدة إلى أهمية العنب في المحافظة على صحة العقل، لأنه يعمل على تنشيط الدماغ وتحسين قدراته. الكيوي. الالتزام بتناول ثمرة من فاكهة الكيوي بعد الظهيرة مرتين أسبوعيا يحسن من عملية الهضم. اللبن الرائب. يساعد اللبن الرائب في تهدئة المعدة وتحسين عملية الهضم، لكن لا ينصح بتناوله لمن يعانون من حساسية اللاكتوز، أي عدم القدرة على هضم سكر الحليب. المياه الغازية. تناول كوب من المياه الغازية الخالية من المنكهات عند اللزوم يساعد في التخلص من اضطرابات المعدة. الفستق. تناول كمية مناسبة لا تتعدى قبضة اليد من الفستق تساعد في ضبط مستويات الكوليسترول بالدم. التفاح. لحماية القلب وتقليل مستويات الكوليسترول في الدم، تناول تفاحة واحدة يوميا كوجبة خفيفة. المشمش. تناول المشمش باعتدال يساعد في الوقاية من السكري من النوع الثاني.